شكرا السيد النائب المحترم على السؤال ديالكم السي حسن تابي. كما تعلمون السيد النائب المحترم، تمت هناك عدد من المتداخلين فيما يخص النقل الجوي، الخطوط الملكية المغربية، شركة العربية للطيران اللي كتحظى في باتفاقيات مع وزارة الداخلية والجهات اللي كيهمها الأمر، اللي كيدير واحد التركيبة مالية، وكذلك كتجي وزارة النقل تدعم هذه الاتفاقيات بأثمنة محددة وكذلك بأهداف محددة. نحن داخل الوزارة رهنا الإشارة لتوسيع هذه الاتفاقيات مع الجهات الترابية التي ترغب في ذلك وترغب في زيادة في عدد الخطوط والطائرات التي تربطها، وكذلك هناك تم ترخيص لناقل جديد اللي هي شركة ريانير، وتعطت لها 11 ترخيص لنفعات النقل ونشطات النقل الجوي الداخلي، سواء على المجال لا السياحي ولا ديال مناخ الأعمال. وهذه المؤشرات كلها تعتبر بأننا نسير في الطريق الصحيح، وإضافة إلى هناك برامج مستقبلية على المدى القريب والمتوسط التي سوف تصب في نفس التوجه.